إذا لقيت واحد عنده برونكيال أزمة يعني لازم أطلع له برونكو دايريتو، وأنا ما عنديش غير الاثنين دول برونكو دايريتو. بص بقى كده، كاتب لك هو عنده برونكيال أزمة وعنده في مية على اللانجو وفي مشاكل وعنده هايبر تنشن، كاتب لك الهارت بيت الريجولار هارت بيت وضربات القلب زيادة. فأنت مريض البرونكيال أزمة ده، أولا هو عنده ضغط فمش هينفع معاه الإنفدرال، وهو عنده تاكيكارديا فمش هينفع تديله ليه؟ هنضطر بقى ناخد اللي هو السيد ما بيعملش اي اعراض جانبيه، اللي هو بيعمل سموث ماسل لاكتيشن، ها يعالج الانجينا ويعالج السيتيفيال برضه والجدني ستون والازم. مين الخله؟ حاجه زي الخله تشتغل برونكو دايريتور، ما بتعمليش السايد افكت اللي هي موجوده في الفيدرا والسايوفيل. تمام، نقرا كده مع بعض. الكوفي والتي والكاكاو في طبعا عندها بنتين الكالايز، بناخد السايوفيلين بس، ده ايسوليت بنشتغل بيه ايسوليت. تمام، الكوفي والتي والكاكاو بنتين الكالايز بنفصل السايوفيلين. انما مثلا لما جينا نتكلم على الميلك سيس الفروت قلنا فيها السيلمارين، السيلمارين ده فلافو لجنان كومبلكس، ثلاث مواد سيلبن سيلدرينين سيلكريستين، ما ينفعش افصله، هنا بفصل السايوفيلين. تمام، برونكولاريتور وده مهم جدا، انديكيتد في حاله الايروي اوبستراكشن في الاكيوت ازمه، دي الحقنه بتاعت الرب. المشكله في السايوفيلين ان ليه نارو ثيرابيوتيك اندكس، سبيشالي في السموكر، غالبا غالبا الاعراض الجانبيه بتظهر عند اي حد اللي هي التاكيكارديا بالبيتيشن. عشان اقلل الاعراض الجانبيه بتاعت السايوفيلين بخليه صوره الايه؟ ساستيند ريليز دراج. تمام، يبقى احنا بنقول له يا اخوانا البرونكودايليتور حاجتين، البرونكودايليتور دايما بنطلعه المريض البرونكيال ازمه، مريض البرونكيال أزمة مش قادر ياخد نفسه كويس. تمام، في نوع من انواع الويزنج الصفير، مفيش اكسجين بيوصل للاطراف، تلاقي فيه زرقان او سيانوس، اعراض سيانوس، تلاقي الشفايف بتاعته زرقت. لازم ادي المريض البرونكيال أزمة برونكو دايليت. عندي حاجتين برونكو دايليت، الافيدرا عشان عندها الافيدرين والسيلوفيدرين والنور افيدرين. الافيدرا الكالوي بتشتغل الفا 1 اجونست فتضيق البلاد فيزل يعني تعالج الاحتقان بتاع البلد، وتشتغل بيتا 2 اجونست فتشتغل البرونكودايليت تعالج البرونكيال ازمه. بس مشكله الافيدرين انه بيعلي الضغط وبيعمل هايبر جلايسيميا، ما ينفعش في حالات الضغط الهايبر تنشن والجلوكوما، ولا ينفع لمريض الدايابيتس. انما السيلوفيدرين بالتحديد من الافيدرا الكالايد قلنا ده اشهر واحد بنحطه في ادويه البرد، غالبا مش هتلاقي افيدرين، معظم ادويه البرد سيلوفيدرين، ده الموست كومن او الوايدلي يوز انجريدينت، دي الماده الفعاله اللي بنعتمد عليها لانها ليه ليس او فيور سي ان اف ستيميوليشن، ما بتعملش سترونج فاسكوليتريكس، ما تعليش الضغط قوي. تمام، بس لو قال المريض ده عنده ضغط بلاش خالص الايه؟ ها الافيدرا. البرونكودايليتور الثاني السايوفيلين ده واحد من مكونات الشاي والقهوه، بفصله لوحده ماليش دعوه بالكافيين والسايبرومين. السايوفيلين برونكودايليتور وده حاجه مهمه جدا للبرونكيال ازمه، بس مشكلته ان هو ليه نارو ثيرابيوتيك اندكس يعني هيعمل لي اعراض جانبيه تاكيكارديا برضه. عشان اقلل الاعراض الجانبيه بتاعت السايوفيلين اخليه صوره ايه؟ ساستند ريليز ده. تمام؟ دول الاثنين برونكودايليت. زي ما بنقول المره الاخيره مريض البرونكيال ازمه ده جالك وقال لك ده هو كمان عنده هايبر تنشن وعنده الريجولار رابيد هارت بيت، ضربات قلبه سريعه وضغطه عالي، وهو عنده برونكيال ازمه، فانت لما تيجي تحط برونكودايليتور ولا هينفع الافيدرا لان ده بيعلي الضغط، ولا ينفع السايوفيلين عشان ده بيعمل تاكيكارديا. خلاص ماشي. طيب انهاليشن، لو واحد دلوقتي انا عندي مشكلتين، لو واحده حامل او اطفال وعندهم برد، ها احسن طريقه هي الانهاليشن، اجيب شويه زيت حاجه فيها اسينشال اويل احطها على ميه دافيه وابتدي اعمل انهاليشن للليبر اللي طالع. تمام، في حاجه جميله جدا اسمها البابيزول، البابيزول ده عباره عن ليكويد كده بيتحط بنعمله انهاليشن. تمام، ده حلو قوي للبرد والكلام من ده، ولا فاهمين اي حاجه ماشي. او فاكرين الشيست راب؟ الشيست راب كنا بناخد ان الكامفور في سنه رابعه ممكن اشتغل بيه توبيكال على الشيست عشان اعراض الكف للاطفال. تمام، او الوينتر جرين اويل، كل الحاجات دي توبيكال. يبقى انا دلوقتي لو في حاله البريجننت او الانفانت وعاوز حاجه للبرد والاحتقان ابتدي اشتغل بقى بحاجه توبيكال، حاجه على الشيست توكل شيست راب او الهيلان، احط على الميه بتاعت الباس الميه الدافيه بتاعت الحمام. تمام، اي حاجه توبيكال بتظهر فمكتوب جنب الانهاليشن. يعني ايه بقى انهاليشن؟ دي الدراج اللي هي كونتين اسينشال اويل فولاتايل اويل، هتشتغل تعمل ايه؟ دي حلوه قوي للبرد، اكسبكتورنت
decongestant تعالج الاحتقان وانتيسبتيك تمام بستغل بيها ايه الدوزج فور او شترب ستيم ديستليشن او انهاليشن يعني بحطها على ميه دافيه واشم الفيبر اللي طالع او نيزل سبراي توبيكال استحلاب لوزنج ستيم بات احطها على الميه بتاعت الحمام الميه الدافيه دي كلها تعتبر حاجات ايه توبيكال ما عدا اللوزنج ماشي طيب دي مفيده في الانفانت مكتوب عندي بالسطر باللون الاحمر والازماتيك والبريجننت حالات الحمل والاطفال بفضل ان انا اشتغل بحاجات توبيكال تمام تشتغل بقى اكسبكتورم تعالج الكونجيشن اشتغل انتيسبتيك وهكذا عندي ثلاث زيوت اليوكاليبتس اويل اللي هو زيت الكافور يوكاليبتس اويل زيت الكافور في سينيول من كلمه يوكاليبتس يوكاليبتول اليوكاليبتس يوكاليبتول تركزوا معايا شويه بطلوا الزمالك اتقادل امبارح ركزوا معايا بقى يوكاليبتس اويل عنده يوكاليبتول خلاص وسينيول الحاجات دي اشتغل فيها عن طريق الانهاليشن تشتغل تعالج الاحتقان وتشتغل سبيكتروم وتشتغل انتي ده اليوكاليبتس تمام مشكله الزيوت دي كلها ان لو الجرعه بتاعتها زادت بتكون توكسيك يعني ايه توكسيك ممكن تعمل لي ريتيشن خلاص مش اكتر من كده يبقى جنب اليوكاليبتس اويل بنعرف البولاتايل اويل اللي جواه سينيول يوكاليبتو الكامفور برضه بيشتغل كل اللي في الجدول ده تقول عليه انهاليشن يعالج الكونجيشن يشتغل اكسبكتور يشتغل انتيسبتيك لان كل الحاجه دي فيها بولاتايل اويل او اسينشال اويل الكامفور كانوا زمان مكتوب سطر باللون الاحمر مهم قوي كانوا زمان الكامفور بيتحط في الادويه بتاعه الدارين كانوا ساعات كمان بيحطوا فيها كودين يعني مش فاكر اسمه كان في دواء مشهور قوي كان بينزلوا عليه اعلانات كودين مع كامفور ده كانت حاجه بتنهي على الدارين على طول كودين مع كامفور تمام بس لقى ان الكامفور ممكن يبقى توكسيك ممكن يموت في الاخر الجرعه بتاعته زادت علشان كده الكامفور بقى ليميتد ما عادش حد بيشتغل بيه سيستميك خالص بيشتغل بيه عن طريق الانهاليشن او شيست تراب عشان اعراض البرد تمام يبقى الكامفور مهم جدا السايد افكت فوميتنج كونفالجن فيتال ركزنا على كلمه فيتال علشان كده كانوا زمان انترنالي فور الدائريه بس يوز ناو الايام دي بتشتغل بيها بس ايه ها توبيك اكسترن والمنسول ده اللي هو زيت النعناع عرفت اللي هو مونوتربين سؤال جه في امتحان قبل كده المنسول زي السايمول هنشوف السايمول كمان شويه المنسول والسايمول الاثنين دول مونوتربين يعني 10 كربون موجود في البيبرمنت اويل زيت النعناع وبنعالج بيه برده نفس الاستخدامات اللي فوق لما تيجي تحفظ ثبت الخانه اللي فوق دي ماشي كل اللي في الجدول بقول عليهم الكلمتين دول يعالجوا الكونجيشن ويشتغلوا انتيسبتيك ويشتغلوا اكسبكتور وكلهم نفس الاعراض الجانبيه لو زادوا يعملوا ايه ريتيشن توكسيك فعلى الكامفور ممكن يبقى فيه عشان كده ما عدناش بنشتغل بيه انت.